الطلاق له حكم يختلف عن باقي تعليق النذر الآخر، لأن الطلاق هو كأنه في هذه الحالة طلق وعلق طلاق زوجته على صفة مخصوصة أو شرط له صفة مخصوصة، فإذا وقعت هذه الصفة وقع الطلاق. ويدل لذلك ما في البخاري عن نافع رضي الله عنه قال: طلق رجل امرأته وقال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، يعني بت امرأته إن دخلت الدار أو إن خرجت. فسأل عبد الله بن عمر فقال له: إن خرجت فقد بانت منه وصارت مبتوتة ومطلقة. فعبد الله بن عمر ذكر له أن تعليق الطلاق المعلق على أمر على فعل جائز أنه يقع، وأنه يقع بما ذكره بما تلفظ به، وذكر البتة، والبتة معنى قطع العصمة قطعا كاملا. فقال له: إذا هي خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. فحكم الطلاق المعلق على أمر مباح يختلف عن حكم النذر المعلق على أمر مباح. النذر المعلق على أمر مباح لا يجب الوفاء به، والطلاق المعلق على أمر مباح إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق، كما ذكر عبد الله بن عمر.